يا شيخ، هذا السائل فاعين ميم أرسل بمجموعة من الأسئلة، نختار منها ما يلي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ما المراد بالشبهات في هذا الحديث؟ وهل إذا اختلف العلماء في مسألة يعد هذا الخلاف من الأمور المشتبهة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال الشبهات، قال المشتبهات. قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، سماها مشتبهات وسماها شبهات، ومعناها أنها التبس أمرها هل هي من الحلال أو من الحرام، ولا يعرف الحكم فيها إلا أهل العلم. كثير من الناس لا يعلمون حكمها، فموقف المسلم الذي لا يعلم حكمها أن يتوقف فيها وأن يسأل أهل العلم احتياطا لدينه وعرضه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فقد استبرأ لدينه وعرضه. وأيضا هذه المشتبهات إذا تساهل الإنسان فيها من غير علم ووقع فيها، فإنها تجره إلى الحرام. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. نعم.